اهلا بيكم. دايما بنسمع ان في ربط ما بين دول اوروبا الشرقيه والعنصريه، دول اوروبا الشرقيه زي المجر وبلغاريا، رومانيا، سلوفاكيا، صربيا، كرواتيا، كل دول اوروبا الشرقيه اللي انتم تعرفوها دايما بيبقى في ربط ما بينها وما بين العنصريه. هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد اشاعات؟ انا هنا دلوقتي عايش في دوله من دول اوروبا الشرقيه وهتكلم معاكم عن التجربه بالكامل، هل اتعرضت للعنصريه ولا لا، وده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهارده. طبعا في بدايه الفيديو اتمنى ان انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناه، لان اشتراكك في القناه بيبقى حاجه مهمه جدا. ولو انت هنا اول مره، انا اسمي هواري سعد، مصري وحاليا عايش في دوله رومانيا. يمكن انا فكرت في فكره عمل الفيديو ده بناء على العديد من الرسائل اللي بتوصلني من متابعي القناه، ومعظم الرسائل دي بتكون من اولياء امور بعض الطلاب اللي هم بيحبوا اولادهم يدرسوا او ابنائهم يدرسوا في دول اوروبا الشرقيه. دايما بتيجي للقناه اسئله واستفسارات، هل دول اوروبا الشرقيه زي ما احنا بنسمع فيها عنصريه؟ وجريمه العنصريه طبعا دي جريمه لوحدها كده بتخلي اي حد يخاف ان هو يقرب من دول اوروبا الشرقيه. انا حاليا دلوقتي عايش في دوله من دول اوروبا الشرقيه وهتكلم معاكم عن الموضوع بشكل عام. لو انت مهتم ان انت تعرف اكتر عن الموضوع يبقى انصحك ان انت تتابع الفيديو للاخر. ممكن يكون اللي رسخ لهذه الافكار ان دول اوروبا الشرقيه فيها عنصريه كتير في مسلسلات كتير ودراما، افلام حتى منهم مسلسلات ودراما مصريه كانوا بيتناولوا القصه دي والموضوع ده، ان في دول اوروبا الشرقيه زي المجر فيها عنصريه كتير. وطبعا الكلام ده احيانا يعني بيخليك ان انت تخاف ان انت تدرس في دول اوروبا الشرقيه. حابب اقول ان موضوع العنصريه موضوع شائك، اخذ مننا وقت ومجهود كبير علشان نقدر ان احنا نجمع معلومات عن هل دول اوروبا الشرقيه فيها عنصريه ولا لا. اتكلمنا مع ناس كتير عايشين في المجر وبلغاريا وناس في رومانيا علشان نقدر، العرب اللي هم عايشين في رومانيا بقالهم فتره، انا هنا بقالي سنتين عايش في رومانيا، علشان اقدر ان انا في الاخر اقول لك ان دول اوروبا الشرقيه فيها عنصريه ولا ما فيهاش عنصريه. بكل بساطه انا هنا عايش بقالي سنتين دلوقتي في دوله رومانيا اللي هي دوله تقع في اوروبا الشرقيه، ما تعرضتش بشكل عام لموضوع العنصريه. يعني ما تقدرش تقول ان انا في موقف معين يعني حذف نفسيتي جامد خلاني حسيت ان انا كده يعني تحت ضغط العنصريه. وحابب اقول ان العنصريه سلوك فردي، يعني انت ممكن تكون رايح بلد مشهوره ان الشعب بتاعها طيب وما فيش اي عنصريه ما بينهم، لكن لسوء حظك ان انت ممكن تلاقي حد من الشعب ده عمل معاك موقف سيء، فانت بتاخد فكره عن البلد عموما انها بلد عنصريه، مع ان البلد دي زي ما قلت مشهوره ان الشعب بتاعها فريندلي وشعب طيب وبيتعاون مع الغريب، لكن مجرد موقف واحد من شخص معين خلاك تحس ان البلد كلها بتتعامل معاك بعنصريه. وبرده العكس تماما، ممكن تكون انت رايح بلد مشهور الشعب بتاعها ان هو عنده عنصريه رهيبه، وطول فتره رحلتك ما تتعرضش لاي موقف فيه عنصريه. فموضوع العنصريه هو سلوك فردي. امتى بقى نقول ان الدوله دي دوله عنصريه؟ ده لو في اتجاه حكومي، يعني في اتجاه حكومي من قبل الحكومه او رئيس الدوله اتجاه فيها فئة معينة، ممكن نقول مثلا زي مثلا ترامب لما كان عايز ياخد اتجاهات او ياخد قرارات او قيود على هجرة العرب الى امريكا، يبقى احنا كده نقدر نقول ان البلد دي واخدة عنصرية ضد فئة معينة من الناس. لكن انت في العموم طالما البلد دي ما فيش فيها اي اجراء حكومي ضد فئة معينة يبقى كده انت البلد دي ما تقدرش تقول عليها بلد عنصرية. فكل اللي انا عايز اقوله ان ما تسمعش لكلام اي حد بيقولك ان دول اوروبا الشرقية فيها عنصرية وهو اصلا ما خدش التجربة، ما راحش ولا زار الدول دي، هو بس مجرد ان هو سمع واتكلم بقى ايه، يعني ابتدى يقول او شاف افلام او شاف مسلسلات وابتدى يقول ان دول اوروبا الشرقية فيها عنصرية من غير ما هو حتى يخوض التجربة دي. اخره ممكن يكون يعني ما طلعش بره الشارع اللي هو عايش فيه ويقول لك ان دول اوروبا الشرقيه فيها عنصريه. طبعا العنصريه جريمه بشعه جدا، انت او اي حد لو تعرض للعنصريه في بلده بيحس بضغط رهيب، فيا بالك لما يكون في غربه. يعني انت مثلا لو في بلدك وعايش في الريف وانتقلت الى المدينه وحسيت ان شعب البلد اللي انت عايش فيها
ابناء وطنك بيعاملوك بعنصريه، فانت بنفسك بتتضايق وبتزعل يعني بتحصل لك مشاكل نفسيه رهيبه. فبالك لما انت تكون في غربه وتتعرض لعنصريه، يبقى انت كده يعني بيبقى الضغط عليك مضاعف. طبعا بيبقى حاجه صعبه جدا، حاجه صعبه جدا ان انت تكون خارج بلدك وتتعرض للعنصريه. علشان كده العنصريه دي جريمه لازم من كل الناس تكافحها، ولازم يبقى في قوانين رادعه لاي حد بيتعامل بعنصريه سواء كان في بلده او في بره بلده. واحنا برضو في الدول العربيه في بعض الاخطاء من بعض الناس ضد الاجانب. احيانا بنسمع ان في ناس ممكن بيتعاملوا مع عنصريه شويه مع الناس الاجانب او الناس اللي هم اصحاب البشره السمراء. طبعا ده كله مرفوض تماما. العنصريه بكل اشكالها سواء كان يعني في تفرقه او تميز في العرق او الدين او اللون او اللغه او حتى في الوضع الاجتماعي، كل ده مرفوض تماما. احنا المفروض نكافح العنصريه، ما نخليش مكان للعنصريه ما بيننا. في النهايه احنا بنقول ان العنصريه حاجه نسبيه، يعني ممكن تكون في بلد بنسبه 20%، في بلد تاني 5%، 15%، فبتتفاوت نسب العنصريه. لكن ما فيش مجتمع بالكامل ان احنا نقدر نقول عليه خالي من العنصريه. لكن بالنسبه لرومانيا الدوله اللي انا عايش فيها، اقدر اقول لك ان هي لا تعاني من العنصريه. يعني ما تقدرش تقول ان العنصريه منتشره في المجتمع بشكل يخوفك او بشكل يحسسك ان انت يعني مضغوط او بتتعب نفسيا من حاجه زي دي في المجتمع. انت بتعيش في المجتمع عادي جدا، ما فيش اي مشاكل ولا بتتعرض لاي ضغوط من اي جهه. بالعكس الناس بتساعد، الشعب طيب جدا والشعب متعاون معاك، بتلاقي تسهيلات في كل مكان انت بتروحه. ففي النهايه عايز اقول ان الحياه هنا حياه جميله، حياه هاديه جدا. ان شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم عن حاجه مهمه اللي هو مشكله الحجاب. يعني في بعض الناس بتقول لي يعني لو انا هرسل بنتي تدرس في دوله زي رومانيا وهي محجبه، هل هيبقى في مشكله في معاها في الدراسه في الجامعه وفي المجتمع عموما ولا لا؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو القادم. في نهايه الفيديو اتمنى ان انتوا دايما تدعمونا بالاشتراك في القناه، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ha ha ha.